النشيد الوطني نعزفه موسيقى الجيش. نرحب بكم في مدينة الأبجدية والتاريخ شبين بهذا اللقاء التكريمي لأهل القلم والريشة والإسميل والحرف الذي تنظمه جمعية معا نعيد البناء، ونشكر لكم حضوركم كما نشكر لموسيقى الجيش اللبناني هذه المشاركة القيمة ولمدير هذا الصرح الأستاذ جوزيف مخايل استضافته. هو لقاء ختامي نكرم فيه أعلام فكر وفن من جبيل وجارتها عمشي. وعن جبيل قيل الكثير، وعليها أطلقت شتى النعوت والألقاب، ويبقى أن ما نجحت في أن تحفظه وتحافظ عليه مذ وجدت تقريبا منذ ألوف السنين وحتى يومنا هذا هو السلم الأهلي الذي نعم أبناؤها غالبا به، والتنوع الثقافي والتعددية الدينية والحضارية التي رافقتها في مختلف حقب تاريخها. لذا فجبيل خير مطرح تختتم فيه جولة تكريمات لمفكرين وفنانين من أقضية أربعة في لبنان. أفلم يقل فيها سعيد عقل وينشد: الحب نحن شرعنا، والفكر نحن بدعنا، البغض نحن قطعنا، إنه العدم. جبيل قالت بقاء النفس واكتشفت ربا أبى لقضاء السيف يحتكم، الليل لولا سراها غربة قتلت، والشمس لولا هواها وهم الوهم. تم الاتصال برئيس بلدية جبيل على أساس أن يكون له كلمة، ونظرا لعدم حضوره نتابع البرنامج بحسب المقرر. كلمة الباحث المؤرخ الدكتور توني داو في سيرة أعلام من وغادت عمشي وتعلق على كتابها هذا: أني لم أحصل على لذة في حياتي الأدبية تفوق لذة كتابة رواية غادت عمشي. وهي حاولت في هذه الرواية أن تعطي لنا المعاناة للزواج المبكر وخاصة للفتيات. ترجمت 5 كتب: ملكة اليوم، ابنة نائب الملك، نانسي ستاير، محمد علي الكبير، كليوباترا، وعرفت أيضا بحلوها ومساعداتها الاجتماعية على اليتامى والفقراء. الممثل الفنان المهندس بول سليمان من مواليد عمشيد، مهندس ورسام تشكيلي وممثل ومسرحي، مارس التعليم العالي في اختصاصه في الهندسة، أنتج ما لا يقل عن 500 عمل لتصاميم مختلفة، أسس محترف الرسم في عمشيد، شارك في ما لا يقل عن 100 معرض رسم جماعي و30 معرض رسم إفرادي، مبتكر عرض اللوحات الفنية على الجدران، مبتكر التنكر في أكثر من 40 زي في مناسبات مختلفة وخاصة في التمثيل. له في كل المجالات المسرحية والتلفزيونية والأفلام
كفيلم أبو كيس التعليمي الأخير. بول سليمان هو أيضاً بطل في عشرات المسلسلات. جمع بين الدراما والكوميديا والمواضيع الدينية وابتكر في أدواره التعددية التمثيلية ما عجز عنه آخرون. معارضه كثيرة، نذكر منها معرضان مهمان، عمشيت في الذاكرة أو ذاكرة عمشيت 2010، ومؤخراً معرض 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى. له مشروع مهم جداً أطلقه سنة 2016 في شباط، وهو القطار الفني التشكيلي الذي يعرض لوحاته في إحدى شوارع أحد شوارع عمشيت، وله غرض هو إطلاع الناس على هذا العمل الفني بالتشارك مع كثير من الفنانين، ويستعد أيضاً ب 2016 للمشاركة في مهرجانات جوبي. الفنان النحات بيير كرام تابع اختصاصه في أكاديمية الفنون في كييف الأوكرانية، عاد إلى لبنان 1992 وباشر بعمل النحت سنة 93، جمع بين الكلاسيكية والتجديد، فسخر طرائقه على الصلصال والجرس والشمع لأعمال في البرونز والصخر. أستاذ مادة الفنون في جامعة الروح القدس، عضو اتحاد الفنانين اللبنانيين ونقابة النحاتين والمجلس الثقافي في بلاد جوبيل. زينت إنجازاته الكثير من المقرات والمقامات والمراكز الدينية والعلمانية، ومن أبرز نحته تماثيل رؤساء الجمهورية من حبيب سعد إلى فؤاد الشاب شارل حلو والياس سركيس، وأيضا له تماثيل بعض البطاركة مثل لحويك وإرميا العمشيتي ويوحنا مخلوف، والبابا يوحنا بولس الثاني والتمثال كبير للعذراء، وأيضا تمثال الفنان مارسيل خليفي. مشرف على سمبوزيوم دولي في نادي عمشيت سنة 2013 و2000 بنادي عمشيت، وحصد الكثير من الجوائز ولا سيما جائزة سعيد عقل 2011 ووسام الأرز من رئيس الجمهورية 2011. الموسيقار مروان خوري الشاعر وملحن ومطرب منذ صغره، وهو في 12 أهدى لأمه أغنية من تأليفه. في 17 أصبح مروان خوري عازفاً محترفاً، شارك في كثير من البرامج التلفزيونية وفي فرق موسيقية مختلفة. في موازاه ذلك تابع تحصيله في جامعة الروح القدس، وأصدر أول ألبوم له عام 1987 حمل اسم كاسك كاسك حبيبي. هو مؤلف شعري ومؤلف لحني وبالوقت ذاته مغني. انتخب رئيسا للفنانين في لبنان، وهو ايضا عضو في اتحاد الفنانين اللبنانيين. والان ساترك المرحلة الثانية من أعلام عمشيت مع الصديق الأستاذ فسطين. معالي الوزير ريمو عريجي المحترم، بداية أشهد أن ريمو عريجي أنزل الثقافة من برجها العجيب وأعادها إلى الناس، إلى نبض الحياة. ولايتك معالي الوزير علامة فارقة في تاريخ الحكومات اللبنانية، أشهد بذلك مرتاح الضمير. يضج الوجدان بالذكريات حين أتحدث عن عمشيت ولادة المبدعين ومرضعة الملهمين. أقف في حضرة كبار غابوا وما غابوا، وكبار على عرش الإبداع جالسين. أدخل عمشيت
من ذاكرتها. أستنطق الزمن ليروي أخباره عن المعلم أديب لحول الشامخ بين أركان عصر النهضة، رفيق الدراسة لجبران والأخطل الصغير ومحمد كرد علي، صاحب المدرسة الوطنية وحامي اللغة العربية من هجمة التتريج. خرج نخبة من الأدباء والباحثين. ولد أديب لحول عام 1885 زمن المتصرفية، تنقل بين المدارس والمجلات معلماً وكاتباً، أرخ للدوحة العمشيتية ولحضارة العرب في الجاهلية والإسلام. نقل المسرح من حصرية بيروت، فكتب وأخرج ومثل ودرب لعشرات الروايات: الفتاة المفقودة، لبنان على المسرح، شيرين الفارسية، وغاب عن هذه الدنيا عام 64 تاركاً إرثاً أدبياً عظيماً عودوا إليه واقرؤوه. ومن مدرسة المعلم أديب، قبل أشهر من بزوغ القرن العشرين ولد عبد الله لحود، هذا الأنيق أسلوباً والقاطع الحاسم فكراً. تشرفت بمعرفته وبالإصغاء إليه في ثمانينات القرن الماضي في داره العابقة بالتاريخ والورود. صاحب ذكريات مختارة وأحاديث النكتة في لبنان، استهلكت المحاماة عمره، تدرج على الكبيرين يوسف السودة وأمين نخلي، ترافع إلى جانب أمين إدي وبشار الخوري، دخل السياسة عرضاً وخرج منها سعيداً. كلفه اتحاد المحامين العرب بتوحيد المصطلحات القانونية، وضع مرجعين عن الملكية الأدبية وعن حقوق الإنسان وعشرات المقالات والدراسات الأدبية. محور نضاله الفكري كانت العلمانية، فكتب فيها وآمن بها حلاً لتناقضات المجتمع اللبناني. تركت أفكاره أثراً في شباب الستينات والسبعينات. توفي عام 1988 وتأسست على اسمه جائزة للمتخرجين الجامعيين من أصحاب الأفكار المميزة. من رحم النهضة الفكرية والمناخ الإبداعي خرج لحودي آخر، هو روميو، عاشق المسرح والأوبرا وجمال إيطاليا. ولد عام 1930 وبدأ مسيرة عطاءاته في مرحلة العز التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية. كتب، لحن وطور التراث الغنائي وأهدى اللبنانيين والعرب لوحات فنية تهدر كالشلال من مهرجانات بعلبك إلى أولمبيا باريس. مؤسس المسرح الدائم وضيف مهرجانات بغداد والمارتيناز، صاحب الفرمان وهرب شاهين وبنت الجبل رائعته الخالدة، معه مردد يا أبو السواعد وقالوا للعيد، ربيب عصر العمالقة هو، وله في نتاج كبار المغنين والممثلين بصمات إبداع مميزة، وله أيضاً بين عمشيت وحبلين عودات الإبداع والحنين. روميو لحود مدرسة خرجت كباراً في فنون الغناء والمسرح، أمد الله بعمرك. من صلب جده أديب وأبيه أنطون خرج إلي لحود عاشقاً للمسرح قبل أن يصبح أستاذاً فيه. هو المولود في عمشيت عام 1947، أنتج ما يزيد عن 40 عملاً مسرحياً، أنشأ في مطلع الثمانينات محترفه الخاص لإعداد الممثلين، تجربة رائدة أثبتت نجاحها في رعاية المبدعين بالفطرة وأغنت المسرح بوجوه جديدة. مولع بالمسرح اليوناني الكلاسيكي، نشر كتاباً عن تاريخ المسرح بعنوان تايم أوت مسرحي، وسلط الضوء في كتاب خاص على شاعر المسرح الخوري حنا طنوس، حاصد الجوائز يخاف على المسرح من الزوال ويطالب بتأسيس مسارح وطنية مدعومة من الدولة بموازنات كبيرة. هذه بهمتك معالي الوزير. إذن يطالب بتأسيس مسارح وطنية مدعومة من الدولة بموازنات كبيرة لتحقيق الإبداع، إنها معركة الهوية الثقافية للبنان ولابد أن ننتصر فيها يوما يا إلي، طالما أن مشعل النهضة ينتقل من يد إلى يد.
من ألحان الكنائس وتجويد المآذن ورنّة خيط المصيص في قصبة الصيد بيد جده يوسف ولدت مكونات الإبداع الموسيقي عند مرسيل خليفي. ترافق مع العود صغيراً وتخرج عام 70 مجازاً فيه وأستاذاً له في الكونسيرفاتوار 1975. ومن عمشيد كانت انطلاقة الفرقة الموسيقية، وفي العام نفسه صدر الألبوم الأول وعود من العاصفة، أخرجته الحرب قسراً من منطقته، فخرج في بداية مشوار العالمية مع فرقة الميادين التي جال بها في قارات العالم أجمع، تنقل معها بين المناطق اللبنانية في مهرجانات تكاد تكون أسطورية بعدد المشاركين فيها. أغانيه صارت أناشيد الثورات، ولقاؤه مع الشاعر محمود درويش أنتج روائع لا تنسى، بين ربتة وعيون بندقية، أمي، جواز السفر وغيرها الكثير، عبر الجسر مع الشاعر خليل حاوي، وأضحى رمزا لجيل عربي بكامله. وضع مؤلفات كتابية ونظريات موسيقية يتفرغ لكتابتها منذ سنوات، إنه أيقونة الموسيقى، زرع الثورة وحصد محبة الناس. وفي جو الموسيقى الشرقية نفسها ولد عام 65 في عمشيد شرب الرحانة، عرفته رفيقاً في دروب الدراسة رغم تفاوت 4-5 سنوات بالعمر، في عائلة تغذت بالألحان بقدر ما تغذت بأكلات الوالد يوسف العشري يوسف رحانة. تخرج مجازاً بالعلوم الموسيقية من جامعة روح القدس في الكسليك، وصار أستاذاً وعميداً ومنسقاً لآلة العود في المعهد الوطني العالي وفي الجامعة التي أشار. أعاد شرب الرحانة صياغة العود، فكتب له منهجاً اعتمدته معاهد التدريس، لحن لنفسه ولكبيرات مثل فيروز، مجد الرومي، جوليا بطرس، تعاون مع ابن خالته المبدع مرسيل خليفي، فأبدعا معاً، جال في العالم وحلقت سمعته من باريس إلى المغرب وطوكيو والصين في مهرجانات أظهرت إبداعه وكرست حضوره العالمي. هذا الحضور شجعه على تأسيس فرقة الموسيقى العالمية، حيث تتآلف موسيقاه الشرقية مع الأنماط المتنوعة التي يبدعها رفاقه من أفاق مختلفة. هؤلاء آتين من ثقافات ومدارس متعددة، إنها الموسيقى البديلة التي ترسم لشرب الرحانة هوية جديدة، فهنيئاً لنا بهم وهنيئاً لهما بلبنان، وشكراً. والآن كلمة المربية والكاتبة يولان بيروتي في أعلام من جبيل. أيها الحفل الكريم، إذا انتقل حرف الفاء في كلمة فكر من المنزلة الأولى إلى المنزلة الثانية قدر نقطة الفأر وأقل، ينقلب معنى الكلمة كلياً، فتغدو كفراً أقل مفاعيله أنه يؤثر سلباً على مسار البشرية نحو التحضر والتقدم. أما إذا حذفنا الحرف الأول من كلتي الكلمتين فتغدو الإنسانية في كر وفر أبديين بين فكر يشدنا نحو العلا وكفر يكبلنا بسلاسل الجهل ويغرقنا في مستنقع البغض. وجبيل منذ آلاف السنين نشرت حروفها إشراقة
في وجه الظلمة والظلام، وأعطت مبدعين ومفكرين على مر العصور. ونحن نجتمع اليوم في هذا الصرح التربوي العريق لنكرم أربعة منهم أحياء. ويسعدني أيها الكرام أن أبدأ بأكبرهم سناً، الدكتور سامي اللقيس. الباحث في علوم البحار والبيئة، تعرفت إليه أستاذاً في هذا الصرح، حبب إلي المواد العلمية أنا التي كنت أنفر منها، فإذا بي أقصده لإعجابي بأسلوبه في مكتبته لأتابع آخر أبحاث علوم البحار والبيئة في لبنان خصوصاً والجوار. فالدكتور سامي حلق في علوم البحار وغاص فيها ولاحق أدق تفاصيلها، مغنياً هذا العلم بأبحاث تخطت 300 بحثاً ونشرت في أكثر من مجلة علمية في العالم، وما يزال يتابع نشاطه في هذا المضمار دون كلل أو ملل. أيها الحضور الكرام، حين سمعت عنها وعن كتابها هي تطبخ وهو يقرأ، تصورتها امرأة حديدية المشاعر، متصوبة في آرائها وفي سعيها لتحصيل حقوق المرأة. وحين تتبعت أخبارها وأبحاثها العديدة في المجالات الأكاديمية والاجتماعية والتربوية والثقافية، قلت في نفسي هي فعلاً جدية ورصينة. وتشاء الصدف أن ألتقيها في مناسبة عائلية لألقاها طيبة رقيقة لا تفارق الابتسامة ثغرها. هي لينة لكنها لا تعصر، وقاسية دون أن تكسر، تقنعك بوجهة نظرها ببساطة. هي مناضلة درجة أولى في قضايا المرأة والأسرة، مما جعلها رائدة في هذا المضمار. دكتورة إلهام كلاب مبساط. يتعب الحوار منك ولا تتعبين، هو يمل منك لأنه يدرك أنه سيستسلم إلى الخواتيم التي تريدينها متينة متجذرة في الحب والسلام. دكتور أدونيس عكرة هو زورق من زوارق جبيل، مخرت عباب الفكر وغاصت فيه، فأنتج أبحاثا ودراسات في الفلسفة والسياسة وفي العلوم الأكاديمية. وكان نتاجه سلسلة أبحاث ودراسات متنوعة عن فرح أنطون، عن الحرب الباردة دبلوماسية واستراتيجية، عن الإرهاب السياسي أصولاً وأبعاداً إنسانية، عن هيجل وماكيافيلي وغيرهما. وهو مكوكي الحركة في النضال لأجل الحريات، وقد سجن من جراء ذلك. وفي تنظيم الحلقات والمؤتمرات المتنوعة في المركز الدولي لعلوم الإنسان جبيل، الذي يتولى إدارته، إسهاماً منه في تعميم فوائد النضال الفكري للوصول إلى شاطئ الفكر السليم والصحيح في شتى الميادين. أخيراً، ماذا أقول عن الصديق الدكتور لويس صليبا؟ عرفته فتىً يافعاً منذ أيام الدراسة في حقبة من تاريخ لبنان سوداء قاتمة زاخرة بالثورات والأزمات والانقسامات. كنا بأغلبيتنا نفرح بالعطل المدرسية القصرية ما عدا لويس، واظب على الدراسة وتحصيل شهاداته بجدارة يوم كانت الشهادات تباع بالكيلو.
وحين ضاقت أمامه الآفاق حمل كشة الفكر وقلمه ولملم أوراقه ورحل إلى باريس ليتابع دراساته في السوربون، حيث بدأ مسيرة نتاج فكري بأطروحات وأبحاث بلغت حتى اليوم 55 كتاباً، يضم بعضها مئات المقالات العلمية المنشورة في مجلات محكمة وتتناول الصمت، المسيحية والإسلام واليهودية والتصوف والفيدية والهجرة اللبنانية ولبنان الكبير وغيرها. لقد غير لويس وأمثاله من الشباب المهاجر نظرة العالم إلى اللبناني آنذاك، فمن مصدر للإرهاب والممنوعات إلى مدماك في عالم الفكر ومساهم في إعلاء صرحه وشأنه. بالنهاية دكتور لويس مفكر بالفطرة، لأنه لم يمتهن الفكر والبحث بل تركهما يفعلان فعلهما في بناء شخصيته، ومنذ ذلك الوقت يقول كلمته وكفى. وبعد أيها السادة، لا خوف على جبيل، لا خوف على لبنان، لأن صراع الفكر والكفر فيهما سيحمل الغلبة لأهل الفكر حتى ولو كانوا قليلي العدد. كما يقول الشاعر السبوئل: تعيننا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. عاشت جبيل موئلا للفكر والانفتاح، وملاذا لمن يعاني من التعنت والظلم الاجتماعي أو المذهبي أو الطائفي. عاش لبنان. وقفة موسيقية مع موسيقى الجيش. Thank you.
معالي وزير الثقافة، أتحفتنا بحضورك وأنت دائما الراعي الجاد لكل عمل فكري وثقافي. إنها هوية لبنان وحضارتك. مشاركتك في هذا الاحتفال خير تكريم لإعلام الفكر والفن في جبيل وعرشيد. معالي الأستاذ ريمو عريشي، الكلمة لكم. أصحاب السعادة القيمين على جميع مع نعيد البناء السيدات والسادة. هذه العشية تجمعنا جبيل مدينة الحرف والعراقة والتراث وحقب التاريخ ومدينة المستقبل الزاهر. نجتمع تكريما لكتاب وفنانين من أقضية جبيل الكورة البترون وبشر. صغرت ناقصه ماشي. اختتاما زيارات لهؤلاء المبدعين في كراهم في كراهم ومدنهم نظمتها جمعيتهم. برنامج رائد معبر ومعبوء بالمعاني وسمو الاهداف هو فعل عرفان وتقدير ولحظه وفاء، ثم هو ترسيخ لمكونات الذاكره الوطنيه الثقافيه حيال قامات أسرت مكتباتنا ومتاحفنا بإنجازات علينا واجب المحافظة عليها ونشرها وتعميمها والاستفادة منها في تطوير مجتمعنا. لفتة هي ذاكرة ومستقبل، فلبنان الذي بنى مداميك نهضته رجالات القرون الماضية مسؤولية نحملها اليوم، نعلي بنيانها والعطاءات، شعلة نسلمها أمانة لجيل يأتي. فالحضارة والثقافات فعل استمرارية لا يتوقف، وهنا لابد من التنويه بهذا التعاون المثمر في مجال الثقافة بين الجمعيات الأهلية والبلديات في المناطق. هذه اللامركزية الثقافية خارج بيروت العاصمة هي في صلب قناعتنا والأهداف في وزارة الثقافة، لأنها تسهم في توليد مناخات صالحة للإنتاج الثقافي في القطاعات كافة وترويج للفعل الإبداعي فكرا وفنونا، وتؤدي بالضرورة إلى حماية الذاكرة ومستقبل الإبداع. إضافة إلى أن انخراط المجالس البلدية في دورة الإنتاج الثقافي تحتم استحداث البنى التحتية الضرورية من مكتبات عامة وصالات للمسارح والعروض التشكيلية وقصور للثقافة وتنشيط للمهرجانات الفنية والتراثية على تنوعها. إننا نتطلع إلى صدور كتاب تاريخ البلديات وسير الأعلام وأعمالها. هذا المرجع الموعود باهتمام نركب صدوره نظرا للفائدة التي يقدم للباحثين ولمراحل رجالات الأدب والفنون في لبنان. أحيي جهود جمعية معا نعيد البناء، كما أثمن رمزية تسميتها، فبناء الأوطان في كل دروبها حركة دائرية حتمية التطور التاريخي لا تسمح لحظة بتوقفها درءا لخطر الموت، والعقل البشري لا يكبر. مشكور هذا السعي البناء بمشاركة وتعاون مجالس البلدية والناشطين والأفراد، وطبعا أخص بالذكر والشكر موسيقى الجيش والجيش اللبناني بالمنطقة الذي يقدم الغالي في الدفاع عن لبنان وعن كل اللبنانيين. تحية لكل المبدعين في كل المحافظات. عاش لبنان. أنا في الدورة الثالثة محطات في منطقة الكويت. كان يجب أن يتحدث عنها رئيس بلدية راس الحاشر المهندس إيهاب قلاوون، ولقد تعذر عليه المشهد، لذلك سنتابع البرنامج بحسب المقرر. جبيل وعرشيد ختام دورتي. عن مكرميها
يتحدث واحد منهم الدكتور لويس صلمة. معالي الوزير، أيها الحفل الكريم، ما تقوم به جمعية معاً نعيد البناء في هذا الاحتفال ليس بادرة طيبة وحسب، بل هو ظاهرة تستحق كل تقدير. فخلافاً لما قيل في الإنجيل ما من نبي يكرم في موطنه، ها هي جمعية ثقافية من خارج جبيل تتنبه إلى ما في هذه المدينة وجارتها عمشير من مفكرين وفنانين وتقوم بتكريمه. ويبقى أن أحسن ما نكرم به مفكر هو أن نقرأ له ونستشهد به ونقتبس عنه. لا تعطوا المفكر، بل خذوا منه، وبذلك تكرمونه، يقول جبران. ويضيف: من شاء أن يكرم ذكر مفكر فليطلب قسمته من خزائن المعارف والمدارك التي جمعها وتركها إرثا. ولنقولها بصراحة وفي مدينة الحرف بالذات، نحن شعب لا يقرأ، وقلما يهتم ويحتفل بكتابه ومفكريه. في أيار 2009، أي في بدايات نشر إنتاجي الفكري، كنت أستاذاً زائراً لأسبوع في جامعة أديان ومذاهب في قم إيران. وقبل نهاية مهمتي في هذه المدينة المقدسة بيوم، جاءني مدير مكتبة عامة ومركز ثقافي زائراً وقال لي: لم نعرف إلا اليوم بوجودك بيننا، ونود أن تلقي محاضرة في مركزنا. فأجبته: يسعدني أن ألبي طلبك، ولكنني أغادر بعد ظهر غد، فكيف سيتسنى لك أن تدعو إلى المحاضرة التي تقترح؟ وهل يمكن أن تجمع لها في هذا الحيز الضيق من الوقت العدد الذي ترغب من الحضور؟ فبدارني بالقول: لا عليك، فما أن يعرف رواد مكتبتنا ومركزنا أنك ستحاضر عندنا حتى يتقاطرون لسماعك. حسبته يجاملني في رده هذا، ولكنني دهشت في الغد عندما دخلت قاعة المحاضرات فوجدتها تعج بالحضور. وزادت دهشتي إذ طفق الحاضرون في آخر اللقاء يسألونني عما طرحت في كتابي هذا، ويناقشونني فيما ذكرت في ذاك. فقلت في نفسي: في جبيل مدينتي ما من أحد قرأ لي سطرا، وما فكر واحد أن يدعوني يوما لإلقاء محاضرة، ولو مشيت في طرقاتها فلن يعرفني أحد. وأهم في هذا القطر البعيد، وأكثر سكانه لا يتكلمون العربية، يتقاطرون لسماع محاضرا ويناقشونني فيما طرحت في كتبي من أفكار. حقا إنها لمفارقة. وهذا ما شجعني عند عودتي إلى جبيل على أن أقترح على بلديتها يوم ذاك جمع تراث كتاب بلاد جبيل، وتخصيص جناح له في المركز الثقافي الذي تديره البلدية، أو إنشاء مركز لحفظ تراث بلاد جبيل الفكري يجمع نتاج المفكرين من أهلها. ثم أعدت طرح هذا المشروع على مجلس البلدية الحالي، وقدمت له خطة مفصلة ومتكاملة لمراحل التنفيذ، نشرتها لاحقاً في مجلة وكتاب وموقع إلكتروني. ولقي المشروع تجاوباً أولياً من البلدية، فعملت في غضون شهرين متواصلين على إعداد فهرس ألفبائي بمؤلفي بلاد جبيل ونتاجهم طبعته البلدية. وباشرنا بالفعل بجمع الكتب، لكن المشروع عاد وتعسر فلم يصل إلى خواتيمه المرجوة، ولا أعلم لماذا.
فعدت أدراجيا خائبا وذاكرا القول العربي المأثور: بئس العالم على باب الحاكم ونعم الحاكم على باب العالم. ومتيقنا أن اليوم الذي سننعم فيه بحاكم أو مسؤول من هذه الخامة لم يأتي بعد مع الأسف. فنحن نكرم المسؤول على نواياه لا على أفعاله وإنجازاته، ونكتفي منه بما يعلن من نوايا حسنة. نكرم السياسيين قبل أن يفعلوا شيئا، أما أهل الفكر والفن فلا يحظون باهتمام وتكريم في الغالب إلا بعد الوفاة، هذا إذا حضر. وجبران يقول: وردة واحدة لإنسان على قيد الحياة خير من باقة كاملة على قبره. وها أنتم في هذا الاحتفال الكريم قد عملتم بقول نابغة لبنان وقلبتم المعادة، فألف تحية وشكر على هذه الوردة. أما تقويم هذا المشروع الثقافي الوطني فنتركه لأمين عام جمعية معا نعيد البناء الأستاذ رشيد الجالخ. صاحب المعالي الأستاذ روني عريجي وزير الثقافة راعي هذا الاحتفال، المقامات والوجوه والأسماء، أهلاً وسهلاً بكم. باعتزاز كبير تتوجه إليكم جمعية معاً نعيد البناء بهذه الكلمة في ختام حفل ازدان بحضور كريم لوجوهكم النيرة، أسماء وازنة في دنيا العلم والثقافة والأداب والفنون، وبرعاية مشكورة من صاحب المعالي وزير الثقافة الأستاذ روني عريجي المحترم. معا نعيد البناء مشروع ثقافي وطني يهدف إلى بناء المواطن في لبنان والمشرق، والسعي لنقله من الطائفة والانتماء الضيق إلى المواطنة الأرحب والأوسع. مع نعيد البناء يهدف إلى تعزيز التعاطي والتمرس بالديمقراطية صوناً لحقوق الإنسان وواجباته عبر ممارسة مدنية يومية تتسم بالحرية والأخوة والعدالة. معا نعيد البناء مشروع يعود إلى التراث المشرقي المشترك والتعرف إلى روحانية كل جماعة إنسانية، لأننا في لبنان والشرق جماعات روحية لا طوائف متناحرة. نؤمن بأن فرادة لبنان تكمن في تعدده، في عيش بنيه معا بالاحترام وحق الاختلاف. معا نعيد البناء فعل إحياء لكل هذه القيم وتعزيزها في سبيل إيصالها إلى أبعد من حدود لبنان، مستشهدين في هذه العشية بما قاله يوما ميشيل شيحة عن لبنان واللبنانيين، وأستشهد أننا ضرورة وعلينا أن نتذكر أن موقعنا الجغرافي يجعل منا في عين الغير مرحلة ومعقلا ذو أهمية كبرى على طريق تترسخ لها صفة العالمية شيئا بعد شيء. انتهى الاستشهاد.
نلتقي الليلة في نهاية مسار دام 3 أيام شمل مدناً وبلدات وقرى في أقضية جبيل والبترون وبشري والكورة وقريباً في إهدى صاحب معالي في إطار البرنامج الذي تنظمه الجمعية هذا العام بعنوان لبنان على دروب الأعلام أهل القلم والريشة والإزميل والنغم والحرف وقد تعرف فيه المشاركون على أعلام ذكروا في وقفات متعددة فاستعادوا مع ذكراهم ذاك الماضي البهي الذي شكل ويشكل على الدوام تراثاً نعتز به ونفاخر فنحمله أيقونة مقدسة وعلامة مضيئة في مسار تاريخنا المعاصر. أيها الحفل الكريم، أن نعود إلى هذه المناسبات بين الفينة والفينة، فذلك لا يعني إطلاقاً الرغبة باعتلاء المنابر ولا الرغبة بإلقاء الخطب، بل هو الإيمان الذي يساهم بدأبنا ومثابرتنا في خلق المستقبل وتعزيزه، ليبقى الوطن ذاك المد التاريخي العظيم رافعين على الدوام، وكما أنشدت فيروز كاسه المليان لفوق لمطرح اللي بيوقع في الزمان ونسكر باسمك مجد يا لبنان. صاحب المعالي، إن هذا المسار وهناك مسار آخر سيكون في نهاية شهر آب ومطلع شهر أيلول تسير فيه مع نعيد البناء على الدروب انطلاقا من صيدا حتى جزين فمشغرة فزحلي فبعلبك، لنتوقف في كل هذه المحطات عند كل الأسماء اللامعة التي توقفنا عندها في الأيام الثلاثة الماضية. إن هذا المسار سيخلد بكتاب نصدره قريبا ناقلا كل المحطات والخطب والشهادات في الأعلام الذين ذكروا في مناطقهم، لتبقى هذه المناسبة ذكرى حية في قلوب ونفوس من عاشها. إننا بالمناسبة أستميحكم عذرا بأن أشكر باسمي مع المعيد البناء معالي وزير الثقافة لتكرمه مشكورا برعايته وحضوره وإلقائه هذه الكلمة القيمة، مشيدين بمساره المميز في وزارة الثقافة تعزيزا للقيم اللبنانية السامية. شكرا صاحب المعالي. الشكر أيضا لقيادة الجيش اللبناني، وقد أوفدت مشكورة الفرقة الموسيقية فأطفت بمعزوفاتها جوا وطنيا وفنيا مميزا، وتسلم يا عسكر لبنان. الشكر أيضا لثانوية جبيل الرسمية بشخص مديرها الأستاذ جوزيف الخايل، وقد وضعت بتصرفنا هذه القاعة وسائر المنشآت في لفتة نقدرها حق التقدير. الشكر أيضا لبلديات أقضية جبيل والبترون والكورة وبشري، وقد وفرت للمشاركين ضيافة مميزة ومعهودة من قبل رؤسائها وأعضائها والأهالي الذين خرجوا لاستقبالنا في فرحة الأعراس المشهودة. الشكر أيضا لكل الفعاليات الثقافية والاجتماعية والهيئات الأهلية وقوى الأمن الداخلي في تضافر جهود أدى إلى نجاح هذه الزيارات. وفي الختام، تجربة مع نعيد البناء مسيرة
لعيش المعية. وأستشهد هنا للصحافي الكبير سمير عطلة في إحدى مقالاته التي تصدر نهار الأربعاء في جريدة النهار، تجربة مع نوادي البناء مسيرة لعيش المعية، يقول: في منطقة بركانية لا يطيب لها العيش إلا بين الحمم ويخدرها طعم الرماد. أجل، مع سمير عطلة نقول هذا القول، ولكننا رغم ذلك ما زلنا نؤمن أن في ذاتنا ذاك الحلم بالمحافظة على وطن يبقى بحاجة إلى كل واحد منا. نحن نحلم ونرجو، والحلم حياة، والرجاء التزام. وشكرا. ومسك الختام مع تكرار الشكر والتحية للجيش اللبناني. لوحة موسيقية للجيش اللبناني، ندعو بعدها المكرمين الموجودين بيننا لصورة تذكارية مع معالي الوزير، ومن ثم ندعوكم إلى نخب المناسبة. شكرا. Thank you.
فقط سهوة استقبال وشكر وفد النبطية الذي شرفنا بحضوره. اللبناني وهو عرس لبنان، عرس المحبة والأخوة والسلام والمواطنية. هيدا عرسنا نحن دائما بريادة ورعاية الأب مرور اللي نحن معه بشكل دائم من الجنوب ومن الشمال والبقاع وبيروت وجبل لبنان والهرمون والخان. مشروع إعادة البناء، مشروع إعادة البناء، نحن كلنا شغيله من زيت احجار والنبطيه من العلمين.